أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك صبحنا مي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدا نوقع عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيل كفرو داو ورك يقدم بي يوا صبحنا ما سبدي أخوضب حساسي أي نصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي الدقال سياسي أو كدحقر حي فرماجو إيا الروبل ورقد عباشاهنا أقود بي باش عالمك إلا وريدي لو كلسون يهي أيا ورباهن تو حقيجي إن روبل إيا فرماجو وصوكال دحقالي توهن سياسي توهن كأيا باللاوضي كد مركي أو فرماجة كور وريغي إن أو فليو قضب اللغة ربو كهور شركة أو إعلامي روبل إيا لغو وضو إن أو دعو لباتن كبشان أينو كجرنو مدحوينها مدحليد كي سادة مادي أيا ديدن سدحدان قضب أو كلا كو إن أو صحيح ورقد أود وريجين تأهي الشركة أفيسيونة أغا قيب قلو إن أو يهي مشرح لابا إن أو عدي موقف كيسا إن أو يهي مشرح إيا إن كلا سدح إن أو أمرادة تاليسكا عيدة مدحوغة دالك سوماليات أو ستوهوسا أغو وريجيو ريز الوزاري روبلي تونك أيا كدا شاي كد مركي أو روبلي براها بولشادة كأركي ورقد أو قري وزير كأرمه دي بدا تاسو دولة فدرال كأهي كغا عدسان إيسو أور كميدوغ أفريكا إن آني رالي كأهين وكيلة دلو مغا عابي لحدحادين تأرمه دورشوين كمدحوينيه هوري إي غانا جون مهما ريزل وزاري روبلا أيا إسكبري يلي ونا الشيغي وكيلة بيش عالمك إن آنون لقبين فكر كاسي مدحوينها مدحليد كيسا دمادي وحونا روبلا شيغي إن ورقدان أي حد قدوب كتاهي إن إساق اللوغة دمبيو أرمها دورشوين كدالك تاسي أيا شاكي بدن كسي أبورتي سامي ليدا سياسة دا وحاكالي أولاغا سوي حكتي حفيزك روبلي إن سراكيل كا ترسان حيو قدالك سوماليا أو خوري أغو أمري روبلي إن أي إساقا ستوهوسا أغو أمر قاتان لغو ورقلي إن آني كا أمر قادن كارين حفيزك روبلي وحانا أمر كاسي أي شيغين سراكيشا إن أو بحيي أغاسي مهنسا فهد ياسين أو غعان تميدك مدحوينها وقتيك سادة مادي إي فرماجو كوحدة أولا لها دورشادة فرماجة أيا إسكو ديي إن أي عرقالة دينا يان جيد دي سعودة دورشوين كا إي أو حالكا أرادين أيو رئيس الوزارة محمد حسين روبلي عقبضاه أقوى وين إي روبلا أولا كل مايو أيا كايمان أيا دور وزيرة أو داعات أوه فرماجة يمدح وينها قل مدوب أحمد عبد الكاري قورقور سيدا أي ورباهين تأغاتي سيكا سباها أهاتي لغوها أيكا قدقن يهين حفيزكا في الصومالية إي قفكستا أوكا أمرقاتو فهد ياسين إي فرماجو لنا عكال وزير بايلة أو جوابي هرشبيلة وزارة دمالية دا حكومة دا صومالية أياكا جوابتي إيدين أو تيمد مامولك هرشبيلة أو أي شيغين إن أي حيرتي لعق لوغو تلقلي إن وح لوغو قبتو فتهاده هو بيغا شبيلة ورسحا فدايتكا قدقا فتهاده هرشبيلة كصوبحي وحا وزارة دمالية دا لغو إيدي إن أي سورتاكو سميسي لعق لغا فسحي حفيزكا رئيس الوزارة حكومة دحل غارسينتا محمد حسين روبلي جنايو لبكم كوي لباتنكا ورسحا فدايتكا صوبحي وزارة دمالية دا صومالية أيا وحا لغو يري وزارة دمالية دا دولة فدرالكا صومالية مركي أركتا ورسحا فدايتكا صوبحي قدقا مامولكا هرشبيلة إي مارينتا مصيبو ينكا وحي عدين إساسيدا أي السودان حولها كهرتغا فتهادها اي مشروع كسو كبشده مصيبوينكا كود الدوله غوبليت كهرشبيل كو مشروع وحا او بلاوداي قيمين تباهيده كهرتغا فتهادها وبيده شبيل اي جوبدا 27 مارس 2022 كقرشينتا حولها وحا سي ودا جير اهي او فليي مشروع كسو كبشده مصيبوينكا SCRB اي دوله غوبليتيده كور لوو خوساي لبا وحا لا ساهميي 71 غوبود او لغا فولينايو كارتاغا فتاادها سدح وحا لا دياريي قرشينتا لو راعايو بي خيرستا 5 ابريل 2022 افر وحا لا فوراي او تارتانكا فولينتا هولها كارتاغا فتاادها شن وحا سو ترتمي 44 قندراس ليال او مامولك هيرشبيل سو خولاي جوهر 19 iyo baladweyne 25 lix laba shirkadood ayaa hadda howl biye xiris ah ka wada 7 goobood ee ka tirsan gobolka Hiiraan 7 waxa diyaar ah 10 qandaraas layaal oo howlgali doona asbuuca soo socda lix shirkadood oo ka howlgali doona baladweyne iyo afar ka howlgali doona Jowhar iyo nawaaxi geeda wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya waxay dhibaatada fatahadaha la qaybsanaysa dawlad goboleedida iyo shacabiga reer Hirshabeelle ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka waxa dadaal aan ugu jirnaa dardargelinta howlaha mashruuca kasoo kabashada masiibooyinka uga qorsheysan degmooyinka Hirshabeelle waxaan cadeynaynaa in wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya aynan jirin wax dhaqaale ah oo ay ka xayirtay dawlad goboleedka Hirshabeelle ayna sida ku cad qorshaha mashruuca kasoo kabashada masiibooyinka ay howluhu u socdaan sidii loogu talagalay wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya waxay gudiga ka hortagga fatahaadaha ee Hirshabeelle ka codsanaysa inay cadeymo ka bixiso lacagaha ay ku eedeeyeen in dawladda dhexe ay ka xayirtay wax ka qabashada fatahaadaha deegaanada Hirshabeelle ayaa lagu soo gabagabeeyay warsaxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda maaliyadda oo hoggaamiyo wasiir Bayle fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media
حق حساسية دقنين لو ديري شعبك صوماريد يشقالة هايو انكاسيد اوكالي بوليس صوماريد دقنين علوس ايالو سو جيدي شعبك مقالد ومقدشة كدب مركي ارركال شباب اي سو ديرين بقل قف او حيران جاكالها وحيابها قرحا اسلام مركاسين وحا اي دونيان إن إسكو قرحيان ميلاها شعبك أيكو كلمان سيدو كالي ميلاها أسكرتا أما بوليسكا صوماليات أيكو سوغن يهين ديگنين تاني أيا وحا صو ديري بيش عالمك أيكو سوغن حالاني فارين تاني أيا وحا لو صو ديري شقالها يو إنكا الكهول غلا مقدشو سيدو كالان وحا ليروا إنا تحدر ديراد موجيسان وحا لغا يابا إن إسكو قرحيان ميل كستا او تاغن يهي قف أسكري يهي خرالك أيا سيدة تن لوت إغي الشباب أيا كسو ديرت مغالدة كنتو واري إلا بقل قف أو حيران جاكدها اسميدا من تاهي كواس أو لغا سو بوحي وحيابها قرحا وحان الله سو ديري مغالدة مقدشو سيحال كاسي هلاك بأن إغو جيستان غوبها اللبر تلماميت سنكرو أيا أهدامان ميلها أي دادكو كبادن يهين غار أهان ميلها أي كوكول ميكران سراكي شاي عيدة مدى دولة دا فدرالك صوماليا هل كاسينا وحا كاقدو ميل كستاي سراكي شاسي جوغان شعبك صوماليات وحا سيدو كلا غوبها اللبر تلماميت سنكرو كميد أهي هوتيلا دا مقاحيدها مساجدية ديا ودو ينكا حيبتا ليدو إيا ميل كستا أو سورقال أهي oo ku taala magaalada Muqdisho oo ay dadku isugu iman karaan isla markaasina saraakiish ay ku dhex jiraan si kastaba ha ahaatee maalin dhaweyd ayay ahayd markii la isku qarxiyay saldhiga waaberi isla markaasina la isku duubay taliyihii halkaasii joogay halkaasina halaag ba'an ay ka geysteen ururka Al-Shabaab dadkani jaakadaha qabta ayaan la garan karin maadaama ay wataan qamisiyo isla markaasina aan la fahmi karin mar qura inay soo dhex galaan shacabka iyo booliska isku dhex jiro sidaasina qarxi u geystaan بيش عالم كأي كسوغن حالان ايا دنين تاني اصو ديرتي شقالها يو انكا ايا سيدو كلي بوليسك صوماليات اي كسوغن مغارد مقدشو دينا عاكلا ما مول كهير شبيل لأو دنين علوس او ديري دقال بيلي ديادا كا قرحي دولايتك مغارد برد ويني بدح ويني كوحيقين كدولت قبليت كهير شبيل يوسف احمد حقر دبقيت ايا كهر لي علاد بيلي ديادا كسو لالابتاي ديگا ندا ما مول كاسي كواسي او داد بدن اي كو دنتين كوا كلنا اي كو داو عمين يوسف دبقيت ايا اوغو باقاي شعبك كو نول ديگا ندا هير شبيل اني كوان توبان علاد بيلي ديادا اسلام مركاسينا وح والبا ميز كوا دا حدال كالا قو دميو سيدو كلا دقال كا اوسان وح بسو كردين كارين ايو يري دبقيت waxa uu ka digay dagaal beeleedida soo laalaabtay waxana uu sheegay in kuwa dadka danta gaarka ah ay ka dhex raadinaya colaada uu alle ka dhex saaro si bulshada ay barwaaqo iyo nabad ay ugu wada noolaadaan ugu dambeyntii madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay bulshada ku nool deegaanada Hirshabeelle ugu adeegi doonaan si wanaagsan hadalka madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowr jeer deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle ay ka dhaceen dagaal beeleed iyo qasaar ba'an geystay dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo soo booqday Abwaan Hadraawi oo ku xanuunsanaya gudaha deegaanada maamulkaasi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta guriga uu ka degan yahay Hargeysa waxa uu ku booqday Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo waayihii dambe iska xanuunsana Abwaan Hadraawi oo ugu horeeya abwaanada Soomaaliyeed ee nool kuwooda ugu caansan ayuu maanta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku booqday guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa isagoo ugu duceeyay inuu Alle xanuunka ka dulqaado sida lagu sheegay qoraalka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta guriga uu ka degan yahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ku booqday abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo ka mid ah abwaanada ugu caansan guud ahaan geyiga ay ku dhaqan yihiin bulshada afka Soomaaliga ku hadasha ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa booqashada abwaanka kadib socdaal ku maray goobo u badan hoteello ku yaala magaalada Hargeysa halkaas oo ay damaashaad u tageen qaar badan oo ka mid ahay bulshada ku dhaqan caasimadda Soomaaliland dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.